أنا في مدرسة القيادة منذ فترة طويلة ولم أحصل على رخصتي للآن. كم يأخذون منك في مدرسة القيادة تلك؟ تقريباً 100 عملة في الفصل. 100 عملة للفصل؟ يمكنني فعل هذا بضعف السعر. حقاً؟ مؤكد. علمت ابنتي لولو كيف تقود كملاك صغير. أهلاً أبي، أحتاج شراء حذاء. أكيد. أي شيء من أجل ملاك الصغير لؤلؤة؟ شكراً أبي. هل أنت متأكد من هذا؟ لماذا لا أكون متأكداً يا فتى؟ لا تحتاج إلى متخصص ليعلمك القيادة. تعرف يا مستر سلطع، كانت مدام نوفيها. امسح هراء مدرسة القيادة هذا من رأسك، إن كله هراء. حقا؟ وهذا ينطبق على أنواع التعليم. لا يوجد شيء مهم حقا لا يمكنك تعلمه بنصف القدر من التفكير وبمخلبيك الاثنين. الآن انطلق بها. حسنا. دعنا نبدأ بشيء بسيط، رحلة صغيرة في الشارع لبيت بسيط. هيا هيا. أريد واحدة سلطة برجر. حسناً. زاد السعر. هل تريد بطاطس معه؟ نعم أحبها. أفضل. حسناً، كان هذا جيداً، لكن المرة القادمة انتظر حتى أقول هيا انطلق بها. أخطأت واحداً. رحلة سهلة إلى بيت بسيط، خط مستقيم جداً وحقيقي. سيدي فلنترك القارب ونمشي. حسناً يمكننا فعل هذا، لكن لن تتعلم القيادة بدونه. أم يمكنك؟ ستتعلم اتجاه الطريق ببداية الخط وحالة اللاعب وتقنية القيادة. أعطني عملة واحدة. ستحتاج إلى واق لحماية الرأس. مستعد قيادة. أفعل هذا يا مستر سلطة، أقود القارب. المركز السادس. انظر يا مستر سلطة، أنا أقود. أحسنت يا فتى. إنها تنطلق. الطريق الملتوي الرهيب الأكثر غدراً في كل قاع الهامور. على يمينك تستسلم، إلى يسارك يستسلمون لك، وعندما تكون في الوسط يكون كل شخص مسؤولاً عن نفسه. لست مستعداً يا سيدي. هراء يا فتى، كل ما يلزمك هو الثقة وقليل من التناسق. حلزونك الأليف يمكنه هذا. ظننتك تستخدم سريع كمثال حي يا سيدي. هو حي بالفعل، لكن أيضا سيعلمك كيف تقود. الآن هيا. واو. هيا يا فتى. هيا انطلق يا سبونج بوب. هل رأيت كيف تصرف سريع؟ نعم بعضا منه. هيا يا فتى، دورك هو التالي. دوري؟ مستر سلطع هل تثق بي؟ ليس حقا. سيدي هذه مركبتك؟ نعم نعم يا حضرة الشرطي. وهل سمحت لحلزون بقيادة هذه المركبة خلال تقاطع خطير؟ بالتأكيد فعلت. انظر، كان مجرد مثال صغير، مثال حي، كنت أعلم الفتى القيادة بوضع حلزون يقود. حسنا، كان أقرب أن يكون فوق عجلة القيادة. هذه المخالفة ستخصم من راتبك يا فتى. مخالفتي المرورية الأولى. سيتطلب هذا شيئا أكثر من المال يا سيدي. ماذا سيكون أسوأ من إنفاق المال؟ حسنا يا تلاميذ، رحبوا بزميلكم الجديد مستر سلطة. مرحبا يا مستر سلطة. هات
هكذا سيفي هذا بالغرض. مدام نفيخة، مر زمن طويل، هل افتقدتني؟ أجل يا سبونج بوب، افتقدتك كثيراً، تسعدني رؤيتك من هنا. أوه، هل هذه قبعة جديدة؟ إنها تبرز جمال عينيك. حسناً، حان وقت التركيز على الطريق يا قطعة المعكرونة الممتازة. يجب أن أكون محل ثقتك الغالية. كيف كان هذا؟ كان هذا جيداً جداً. حسناً، انحرف يميناً، استمر في الانحراف يميناً. هذا مناسب لي. أجل، هذا رائع. آسف بشأن هذا. البعض يفعل أي شيء كي يقود في حارة السرعة. سبونج بوب، لقد كانت قيادة رائعة حقا. استمر في الانحراف يمينا. انا بارع في الامر. استمر بتركيز واهتمام. بتركيز واهتمام. هذا أفضل يوم قضيته كمعلمة منذ زمن. ابتلعت حشرة؟ هناك مخالفات مرورية جسيمة، رجاء التصرف بأقصى سرعة. الأحمق مع البطاطا، لنمسكه يا رفاق. مصنع الديناميت التاريخي افتتح منذ يوم واحد بدون أي حوادث، أليس هذا أمراً مدهشاً؟ التزموا اليمين. لا تقلقي يا مدام. لقد كبرت على كل هذا. معلمة قيادة، وأنا التي أسيطر على هذه الدراجة. بكل سرور يا سيدتي. سبونج بوب، إلى الخلف. أمرك سيدتي. لا أصدق. مدام نفيخة، لقد تم هرسك. إنها حية. أنت مرنة للغاية يا مدام. ماذا تنتظر؟
انطلق معلم القيادة الجديد. طالب قيادة، هذا أنا. لا أريد صورة خاطئة، هل فعلت؟ نعم أكيد، أنا معلم القيادة الجديد. انظر كيف يمكنني تشغيل المذياع. أخبار عاجلة، المجرم الشهير ستيكي فينس وايتينغ هرب من السجن. مهارة رائعة في تشغيل المذياع. الآن خذ السيارة بأسرع ما يمكن. توقف يا سبونج بوب، ارجع. لا أصدق أنني قلت هذا. ستيكي فينس، أين أنت؟ لا يمكنني التأخر هكذا. اتبع هذه الإسفنجة. لست ستيكي فينس. وأنت لست كعكة شوكولاتة، تحرك. نعم يا سيدتي، دورسال دان في خدمتك. يا مثقوب الوجه، هناك من يتبعنا، تخلص منهم. سوف أتخلص منه، كان رائعا. ليس هذا ذيل، الشرطة خلفنا، قود بجنون. هذا يمكنني فعله. واو، يقودك المجنون، من علمه كيف يقود؟ طفل جيد. أتساءل كيف أقود؟ ببساطة محطمة، أنت ببساطة تحطم الأشياء. دعنا نرى القائمة. سأخذ هذا. أنا في درس القيادة. انتبه أيها المجنون. منطقة قيادة. كيف كانت قيادتي؟ مؤلم نوعا ما، ألا تظن؟ هيا يا فتى، علينا أن نخرج من هنا. فقط أريد أن أعرف ماذا فعلت كي أستحق هذا. أتريد اختباري على اللافتات الآن؟ دعنا نرى. توقف، اليسار ممنوع، وتلك تقول صخور متساقطة. انتظر، ماذا؟ سبونج بوب، مدام نفيخة، ستيكي فينس، دورسال دين، النجدة. مدام نفيخة، المعلم الجديد يعلمني الكثير، ليس كما تعلمينني، لكن أشياء مختلفة. سبونج بوب، يجب أن تبقي عينيك على الطريق. لم يعلمني هذا بعد. نعم، لقد عدت. هذا رائع، لا تخرجوني ثانية، الخارج ليس آمنا، احبسوني إلى الأبد ودائما. الآن
يا سبونج بوب، ترى ما هو الإجراء المناسب للدوران صحيح؟ سأبحث في الكتاب. هل المرآة؟ لا. حزام الأمان المناسب؟ لا. افترض وضع تحطم. لم نتحطم. مادام نفيخة. ها هي ذي. سأعوضك عن هذا ولم يحذائك. أخفف شعرك. أضع زيتا. كفى هذا سبونج بوب. توقف. كفى. كفى. حسناً، يمكنك تنظيف كل هذه الخردة. ألقي الأشياء في هذا الفنار منذ 20 عاماً. أحب التنظيف. هذا يسعدني جداً. سأكون في الفصل. إذا احتجت لي لا تفعل. حقيقة لا أهتم. أين أنت؟ صندوق مسكون. هذا درج مسكون. والقمامة مسكونة. أنت لست شبحاً، أنت مجرد حلزون لطيف. سأدعوك لوي، الفنار لوي. لوي لوي، كنت تختبئ هنا. حلزون لطيف لوي. جيد. لا 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 لا. هؤلاء الرجال ضخام، ترى ماذا يرفعون؟ ليسوا رجالا، انهم وحوش عملاقة. ليفزع الجميع. تلك الوحوش اختفت. تم إنقاذنا. قضي علينا. خداي. لوي، أين لوي؟ لوي، لم تكن تمنعني من التنظيف. كنت فقط تحمي صغارك اللطفاء. كان يجب أن أدعوك لوسي. الحقيقة هذه المرة أحسنت يا سبونج بوب. اليوم أنت تستحق نجمة ذهبية. نجمة ذهبية. لدي هدية لك يا مدام.
انتبه إلى هذا يا يوجين، هذا مكتبي. تريد هذا المكتب؟ فلتأخذه. سأأخذ هذا المكتب. أوه، تريدني أن أخذ هذا المكتب حتى تأخذ هذا المقعد وتحصل على انتباه المعلمة؟ انسى الأمر، هذا المكتب لي. هذا المكتب لي. وهذا أيضا لي. لا لي. وهذا أيضا لي. لي. وهذا لي. لي. وهذا لي. وهذا لي. لي. أنا هنا. وهذا لي. أيضا لي. لي. أوه فصلي توقف. آسف يا لطيفة. متملق. سوف تفشل. سوف تفشل. قلت توقف، لا تجعلني أستخدم القسوة. مفاصل نحاسية؟ احترامي. فقط اجلس وشاهد هذا الفيلم عن القيادة الآمنة. نعم، حرية الطريق المفتوح. أشعر بالرياح في شعرك والشمس على كتفيك. نعم، لا شيء مثل القيادة. لكن عندما لا تتبع القواعد، القيادة يمكن أن تكون مميتة. من الطريق السريع إلى الشكل المتوازي. لا تريد أن تكون سبونج بوب. إذن اتبعوا هذه القواعد البسيطة. رقم واحد، يجب أن تنظروا في المرآة. كاميرا رائعة كما أرى. آسف تأخرت. سبونج بوب، أخبرتك من قبل استخدم الباب. آسف يا مدام نفيخة، كنت متحمسا للحضور ونسيت. هيا نظف هذا المكان. أريد الاتصال بطبيبي. هذه قواربي الأخيرة، وإذا دمرتموها لن تجتازوا اختباري. لا أصدق أنني أقول هذا، لكن مثل سبونج بوب لم يسئ التصرف. مدام نفيخة، هذا ألطف شيء قلتيه عني. سبونج بوب، مكابح اليد. يا قارب. رقم واحد. جيد لك يا شمشون. لا تهنئة يا سبونج بوب. الزملاء يدعمون بعضهم وقال إنه رقم واحد. نعم، إذن فليفعل هذا. هذا سهل. انزل من هناك حالا. أبدا. أنا أطير في القارب في طريقي إلى الجنة. قمة العالم. يكفي هذا، كلاكما راسب. هيا، هل نستحق بعض التقدير لأننا لم نتأذى؟ أعني كان هذا خطيرا جدا. نعم صحيح. هيا يا رفيقي، أنهيت اللعب. سيدتي، لماذا أحضرتيني إلى هذا المكان البعيد المخيف؟ كي تتغلب على مخاوفك. لن ينجح الأمر. لا
لقد وصلنا. طريق مغلق. وصلنا إلى أين؟ هذا الطريق المهجور هو المناسب لاختبار القيادة. اختبار قيادة؟ هذا صحيح، لن تعوقك هنا الحواجز التي على مسار الاختبار. هنا لا يوجد شيء سوى الطريق. الآن هيا تحرك، هيا خذ مكاني. سيدتي، قلت إنني غير قابل للتعلم. انسى هذا الأمر، هنا يمكن للسلطعون تعلم القيادة. يا مدام، ما زلت أشعر بالخوف. أنصت، إذا كنت متوترا بشأن القيادة عليك ترديد الآتي: ركز على الطريق، لا شيء سوى الطريق، فهمت؟ حسنا، ركز على الطريق، لا شيء سوى الطريق، ركز على الطريق، لا شيء سوى الطريق، ركز على الطريق، لا شيء سوى الطريق، ركز على الطريق، لا شيء سوى الطريق. ها، انظري إلي، لم أتسبب في أي حادث. مدهش، استمر وسيتعين علي إنجاحك، فقط عليك ترديد الجملة. ركز على الطريق، الطريق المفتوح المبهج. القيادة بين الخطوط. جيد، ركز على الطريق، لا شيء سوى الطريق. أخيرا تستخدم الإشارات. ركز على الطريق، لا شيء سوى الطريق. الدوران حول الميدان. جيد، ركز على الطريق، لا شيء سوى الطريق. زيادة السرعة بثبات. جيد، ركز على الطريق، لا شيء سوى الطريق. 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 لا شيء سوى الطريق. ركز على الطريق، لا شيء سوى الطريق. جيد وجيد وجيد. ما الذي أراه؟ تبقى اختبار واحد، إنه أسهل اختبار. سبونج بوب، ليس عليك سوى إيقاف القارب في مكانه. ركز على الطريق، لا شيء سوى الطريق. ركز على الطريق، لا شيء سوى الطريق. طريق مغلق. ركز على الطريق، الطريق، أين الطريق؟ اهدأ يا سبونج بوب، اسمع، كل ما عليك أن تفعله هو إيقاف القارب. ركز على الطريق، لا شيء سوى الطريق. هيا أوقف القارب. ركز على الطريق، لا، الطريق. سبونج بوب، انتظر. سبونج بوب، نجونا بأعجوبة يا مدام، لكن عدت إلى الطريق وسأركز عليه. سبونج بوب، هذا ليس مجرد طريق، إنه الطريق السريع متعدد الحارات. متعدد الحارات؟ اهدأ يا سبونج بوب. سبونج بوب، سبونج بوب. سبونج بوب، اضغط المذبح. حسناً. لا أصدق هذا، لم يصب القارب بأي خدش. سبونج بوب، انسى الاختبار، أنت نجحت. ها هي الرخصة، أصبح حرة. لا أعتقد هذا. لماذا؟ هل هناك مشكلة؟ حسناً، لقد عبرت حدود الولاية هناك، ارتكبت مخالفة كبيرة، أي أن هذا الاختبار أصبح باطلاً. أعطني الرخصة. ما رأيك يا سيدتي لنبدأ الحفل؟ آسف يا سيدتي، أعرف فيما أخطأت. لا عليك يا مدام، سأجيد الأمر. لا، سبونج بوب، ليست ثانية.
سبونج بوب، لا تلمسها، لا لا. مدام نفخة، كيف حالك؟ ما هذا؟ ماذا أصابني؟ أخشى أنك أصبت في حادث كبير، ويبدو أنه في الحادث تمزق كيس النفخ خاصتك. لا، لن أعود كما كنت في السابق. لا يا عزيزتي، أخشى أن هذا لن يحدث. من الآن فصاعدا سأناديك مدام انفجار. تعرفين ما الذي سيبهجك؟ نزهة هادئة. أفسحوا الطريق، مصاب يمر. سيدي، ما خطب هؤلاء؟ أوه، الأمر بسيط، هؤلاء المصابون في سباق التدمير. تعال شاهد هذا، إنه أمر مسل للغاية. منظر مروع، ها؟ يجب أن نقدرهم، يخاطرون بحياتهم لتسليتنا. يخاطرون بحياتهم للتسلية. ما الذي يضحك؟ فكرت في طريقة تحصل بها على درجات أكثر. رائع. نعم، رائع بالفعل. هذا ليس جيدا. يا للحظ، يبدو أنني في طريقه. تشغيل الإشارة، ضبط المرايا، اليدان على العجلة، وأخيرا انطلاق. ماذا حدث؟ ما الذي حدث يا رفاق؟ اسحق الجورب. نعم. بهذه السرعة ستواجه تحديا آخر. أنا نفيخة. تحجبون عني الرؤية. عدت منفوخة كما كنت، عاد الأمر إلى طبيعته. نعم، إلى طبيعته. كنا على وشك أن نتعلم شيئا. انتظروا يا طلاب، تذكروا، لن نكون هنا غدا، سنذهب في رحلة ميدانية إلى متحف القوارب، يمكنكم الانصراف. واو، متحف القوارب. ربما غدا إذا أثرت إعجاب مدام نفيخة بمعلومات عن تاريخ القوارب قد تمنحني رخصة القيادة فورا.
إلى الغد يا مدام نفيخة. يا إلهي امنحني القوة. هي يا طلاب أكبر مجموعة من وسائل الإبحار في التاريخ، من السفن الضخمة إلى القوارب الصغيرة مثل هذا القارب مثلا. يسع هذا الصغير 10 من صياد المحار. نعم يا سبونج باب. ويمكنهم صيد 50 قطعة محار في اليوم. لنواصل السير. أمامكم هنا سفينة باطن الرمال، كانت تنقل البضائع وكانت تعود من بلاد بعيدة محملة بالبهارات. مزودة بمحركين يعملان بالبخار وبطاقة 6500 حصان، تنقل البهارات إلى أي مكان. شكرا مجددا يا سبونج باب. نجحت، لاحظت غزارة معلوماتي. سأتذوق لمعان رخصة قيادة السفن. هذه السفينة اسمها البصلة الخضراء، سميت هكذا لأن القبطان كان يأكل البصل مما دفع الطاقم للشكوى من رائحته الكريهة. استكشف هذا المركب الشراعي أماكن بعيدة، اكتشف أماكن مجهولة لأي شخص عدا طاقمه. هل أنت مستعدة لمنح الرخصة يا مدام؟ سوف تحصل عليها بالفعل. كنت متأكدا. رائع، ها هي لوحة التحكم. انظروا إلى الأزرار، المذبذب الثلاثي، وها هي رافعة الشراع، وها هي المسيضة، وها هو مقبض الشراع للمسافات الطويلة، وقطعة لحم عليها الكثير من الخردل. ها هي آلية التشغيل، هناك، هذه هناك. الاختصارات، هذا اختصار التشغيلات الآلية، وباللغة المتخصصة يعني نبدأ هذا الحفل الآن فورا. انطلاق. ليس مجددا، لا أصدق هذا. يجب أن أوقف السفينة قبل أن تصطدم بقاع الهامور. لنرى، أول شيء نطفئه هو يا إلهي، لم أقود سفينة متطورة بهذا الشكل من قبل. سبونج باب، أتمنى أنك تعرف ما كنت تقوله لأن الأمر في يدك. حسناً. ليس لدينا الكثير من الوقت، خلال دقائق سنقضي على الملايين من الأرواح البريئة. أرواح بريئة؟ أنت الوحيد الذي يمكنه إنقاذهم. أنا الوحيد الذي أنقذهم؟ نعم، والآن أريدك أن تثبت العجلات ثم تفحص السطح ثم بعد ذلك. كفى، أعرف ماذا أفعل. قرأت الكتاب. الفصل الأول، تثبيت العوارض، بعد ذلك إنزال المرساة، آخر ما في الجعبة. الطريقة الوحيدة لإيقاف أكبر سفينة هي أداء الحركة العكسية بدفة الذيل. لكن لم يتمكن أحد من القيام بها من قبل. نعم نعم، هذا صحيح، ليس قبل الآن. سبونج باب، لا أعرف كيف، لكنك نجحت، أنقذتنا جميعا. ما هي رخصة القيادة؟ أخيرا بعد طول انتظار. ماذا تفعلان هنا؟ التواجد ممنوع على السفينة وأنا أجرها إلى الميناء. تعني أنه لم يقود السفينة مطلقا؟ بالطبع لا. والآن أريد منكم أن تكتبوا الواجب المدرسي. سمعت هذا؟ واجب مدرسي؟ أريد مقالا عما يجب أن لا نفعله عند إشارة المرور. سمعت هذا؟ عند إشارة المرور، مقال لا يقل عن 800 كلمة. سمعت هذا؟ 800 كلمة؟ نعم أعرف. أريده غدا. تذكروا يا شباب، أبذلوا جهدكم ولا تضيعوا الوقت. لا تضييع للوقت،
أنا على وشك كتابة أعظم مقال في التاريخ، مثل جميع المقالات العظيمة سأكتبه على ورق، والأهم من الورق هو القلم، وسيكون حاداً كما أحبه. عجيب، كلما كبرت أفكاري انكمشت. يوم جميل لكتابة مقال. سريع، هاي 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 سريع، كيف حال صاحبي؟ لما لا تدعو صاحبك سبونج بوب يعد لك طعام؟ ماذا تعني بأنك لست جائعا؟ أعرف أنني يجب أن أكتب المقال، هيا يا سريع. سأنجح سأنجح، نعم نعم، قليل من هذا وقليل من هذا، على وشك أن أنتهي وانتهي. لنرى الآن ماذا كتبت. وقت الراحة تساعدني على التفكير. تبقى للمواطن سبونج بوب سكوير بانز بضع ساعات لكتابة مقاله، ولكنه يضيع وقتا كثيرا. متى سيتعلم؟ هي سبونج بوب، هنا، تعال اجلس، ارفع قدميك واسترخي. يا ربي، منتصف الليل، يجب أن أعود إلى المكتب. وصلت بأعجوبة. سروالي، أنا هنا. اصعد إلي، يجب أن أعود للكتابة. الوقت يا سبونج بوب. كتبت كلمة من 800 يا سبونج. لا، ماذا فعلت؟ النجدة، النجدة احترق منزلي. لا 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 لا، منزلي منزلي منزلي. لا 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 سبونج بوب، لماذا؟ لماذا أشعلت في الحريق يا سبونج بوب؟ لماذا لم تكتب المقال؟ كف عن تضييع الوقت. أين مقالي؟ ها أنت هنا. يبدو أنني غفوت، لنرى أين كنا. هل أرى كم الساعة؟ التاسعة إلا 5 دقائق، 5 دقائق على بدء الفصل. كيف أكتب المقال في 5 دقائق؟ كيف لي أن أعرف ما لا نفعله عند إشارة المرور؟ لا يجب إطعام الحلزون عندها، وإعداد الشطائر، وإشعال الشمع، وشرب الماء، والاتصال بصديق، ولعب الكاراتيه، والحديث مع ساعي البريد، وأشياء مثل هذه. مدام نفيخة، مدام نفيخة، فرغت 800 كلمة، تفضلي تفضلي. مدام نفيخة، أين الجميع؟ أوه، أنت هنا يا سبونج بوب. تفضلي يا مدام، 800 كلمة عن إشارات المرور وما لا يجب أن أفعله. أسفة يا سبونج بوب، حاولت الاتصال بك، سأذهب إلى مؤتمر للمعلمين. لكن ماذا عن مقالي؟ قررت إلغاء الواجب المدرسي، سنذهب إلى رحلة ميدانية إلى إشارة مرور، أراك الأسبوع القادم. سبونج بوب، المستوى العام للسكر في الدم انخفض بشكل خطير، لماذا تشوي هذه البطاقات؟ آسف يا شفيء، تركيزي مشتت، أتدرب على تقرير الشفهي لمدرسة القيادة. تعرف يا سبونج بوب، تشير الإحصائيات إلى أن الخطابة العامة هي ثالث سبب للتوتر مباشرة بعد الوفاة والزواج. هيا عد هذه الطلبات. حسنا حسنا. ما المخيف في الخطابة العامة على أي حال؟ عليك أن تقف أمام الجمهور وتتحدث بطلاقة، لا شيء مخيف على الإطلاق.
الجميع ينظرون بأعينهم إليك. لا، هذا مخيف. شفيق محق، الخطابة مخيفة. هل يجب أن أتولى كل شيء بنفسي؟ إلى الخلف، سيحصل كل منكم على شطيرته في دوره. لم أعرف هذا العنف عن العملاء. الأمر يتغير الآن. مفاصل شاحبة، مسام مسربة، معدة معقدة. نعم، في حالة مزرية. سبونج بوب، هذه حالة خطيرة من مرض التقير الشفهي. تعرف، المرضى بهذا المرض عادة ما ينفجرون فعليا. ينفجرون. ثبت علميا أن 85% من التوتر المتعلق بالخطابة يمكن تخفيفه إذا تخيل المتحدث الجمهور بالملابس الداخلية. سيبدو الجميع مضحكين، لن تشعر بالتوتر. لهذا اخترعت هذا الاختراع، لترى الجميع بالملابس الداخلية. أو يمكنني أن أعطيك رخصة مزورة. إنها جريمة، أعطني هذه. لا تعمل. طبعا لا أيها الأحمق، هذا الأمر لا ينطبق علي. جربها على بسيط. تعمل. تقريري هو عن يبدو أنني فقدت أعصابي. أين النظارات؟ هنا، سأنظفها من أجلك. تفضل. شكرا. هيا أسرع. إنها تعمل. ما سر هذا الضحك؟ حسنا يا سبونج بوب. القيادة الآمنة مسؤولية كل سائق في البحار، لأنه لا تقف هكذا، أكمل التقرير. أسرع، هيا يا فتى. هيا هيا فتى. هيا. إلى أين ستذهب؟ نسيت نظاراتك. سبونج بوب، انتظر. انتظر سبونج بوب. لا يمكنك أخذ قاربي سبونج بوب. حسنا يا فتى، قل لي ما هذا الذي يجري هنا؟ ألا تعرف أي شيء عن القيادة الآمنة؟ القيادة الآمنة؟ نعم يا سيدي، أعرف. القيادة الآمنة هي مسؤولية كل قائد قارب في البحار. على قائد القارب أن يتبع القواعد واللوائح المنصوص عليها. تعلم معنا إشارات المرور، التزم بالسرعات المحددة، انتبه لكل ما هو حولك، الأحمر على إرشادات المريض، تعلم جيدا المرور، حقا كان هذا مؤثرا. نعم، لم أكن أعرف نصف هذه المعلومات. أها، أخيرا أمسكت بك يد القانون الحازمة. يبدو أنني لن أراك في صف تعليم القيادة لمدة 5 أو 10 سنوات على الأقل. انتظري أيتها الضاحكة، هل قلت إنك معلمته؟ نعم، لماذا؟ تنص المادة 20 من قانون العقوبات على أن معلم القيادة مسؤول أيضا عن أي مخالفة يرتكبها الطالب أمام المعلم. بمعنى أننا سنلقي القبض عليك يا سيدتي. ماذا؟ لا، بسيط، هل أحضرت البطاقات؟ أهي يا صاحبي، كل ما تحتاجه لاجتياز الاختبار في هذه البطاقات. بسيط. أي، التعليم لذيذ. أحتاجها يا بسيط. يا فتى، خط اختبار القيادة أكثر من أي شخص آخر. 57 مرة. حسنا، 58 رقم حظك، ستجتاز اختبار القيادة يا سبونج بوب لأنك الفائز. أنا فائز؟ من الفائز؟ أنا الفائز. من الفائز؟ أنا الفائز. من الفائز؟ أنا الفائز. أنا الفائز. أنا الفائز. كيف حالك يا فائز؟ أرني الرؤية.
الرخصة. لم أحصل عليها يا بسيط. هل سترسل بالبريد؟ لا يا بسيط، رسبت في الاختبار. يبدو أن 58 ليس رقم حظي. مستحيل، 58 هو أكثر الأرقام حظا. الاختبار مزور. لنعد إلى المنزل. لن نذهب إلى أي مكان قبل أن نكشف الأمر. سأخوض الاختبار بنفسي. لا يا بسيط، أنا أتدرب منذ سنوات، سألتهمونك حيا. أرجوك يا سبونج بوب، إنني أعرف ما أفعله. لا يا بسيط، لا. صباح الخير. لست من سيقيمني. أنا سأقيمك. ليبدأ الاختبار الآن. ما كان يجب أن أدعى أي نوع من الأصحاب أنا؟ سبونج بوب، سبونج بوب. أنا هنا يا صديقي. اجتزت الاختبار. حصلت على الدرجة النهائية؟ نعم، كنت تقول إنه صعب. الدرجة النهائية؟ هيا، يجب أن ألتقط صورة من أجل رخصتي. نسد مدخل السيارات. متى بنينا هذا المدخل؟ لقد أدركت أن هناك شبابا كثيرين على الطريق، ليس لديهم الوقت للجلوس والأكل، مشغولون على الطريق السريع يحققون أحلامهم. كان عندي حلم. وأنا كان عندي مغص في بطني. كل شيء يمر في النهاية. كف عن الأحلام وأدي عملك. أهلا بكم في مقرمشات سلطة. البوق ما زال يعمل. هاي سبونج بوب، ما هذه الخوذة يا بسيط؟ بما أنني سائق متمرس يجب أن أحافظ على مظهري. أها. القيادة أمر سهل. هل تريد أن أعلمك؟ سيكون هذا رائعا. بسيط. أهلا مامي، أهلا دادي. بسيط، كم مرة يجب أن نخبرك أننا والد سبونج بوب ولسنا والديك؟ ماذا؟ أنا يتيم؟ لكن تعرفان، اجتزت الاختبار. رائع يا بسيط. سبونج بوب رسب فيه، لا تذكر هذا أمامه. نعرف كيف نتجنب هذا الموضوع الشائك. أمي، يجب أن أصطحب مستر ياسير كثيرا إلى المنزل، يطلب مني دائما توصيله. حتى بسيط معه رخصة. كان يجب أن أحصل على هذه الرخصة. كان يجب أن يكون هذا قريبي. كيف تقول هذا؟ إذا كنت صاحبي يجب أن تسعد لحصولي على الرخصة. إذا كنت صديقي لما لوحت برخصتك في وجهي. لست ألوح برخصتي في وجهك. هكذا ألوح برخصتي في وجهك. اجتهدت طول حياتي من أجلها، لا تستحقها. قمامة، لهذا التحقت بالشرطة. الشرطة! توقف أيها الحشرة. حشرة؟ لا، عثرت على مسرع. بسيط، ماذا تظن أنك فاعل؟ لا أدري، لم تعد معي رخصة بعد الآن. احترس. يوماً. لعلك تعلمت درساً عن إلقاء القمامة. إلى اللقاء، لا تنسى أن تطعم سريع. مدرسة القيادة. إنه يوم في حياتك يا شفيع، كيف يمكن أن يسوق؟ أوه شفيع. صباح الخير يا طلاب، هل جلستم جميعاً؟ اجلس هنا. هنا. معذرة، أنا لا أرى مقعدا خاليا هنا. هناك مقعد بجوار سبونج بوب. هل تمانع؟ لا تقلق يا شفيع، نحن الآن زملاء. سأعلمك كل شيء أعرفه وبعدها لن نفعل أي شيء لأننا لسنا أصدقاء. فهمت؟ هدوءا في الفصل. لقد فهمت.
فهمت تماما يا زميل. يا طلاب، لما لا نتعرف على الطالب الجديد بأن نخبره لماذا تم الحكم علينا؟ أعني لماذا التحقنا بمدرسة القيادة؟ تخطيت السرعة القصوى. ممتاز، التالي. ما الممتاز فيما فعلته؟ لا، أنا لم أعني أن أعرف ماذا تعنين. التالي. أنا عن نفسي نعرف سبب وجودك هنا يا سبونج بوب. ماذا عنك يا سيدي؟ أنا؟ نعم، هل تريد أن تخبر زملائك لماذا أنت هنا اليوم؟ لماذا أنا؟ حسناً سأخبركم. كنت أحاول أن أهرب منه، هو سبب تعاستي في الحياة. أنت أيضاً؟ كنت أعني أن أقول رجاءً ارسم لنا على السبورة رسماً يوضح ما حدث. يسعدني. بدأ الأمر عندما غادرت منزلي، ثم ظهر هو، انحرف يميناً فجأة ثم توقف هنا. ما إن رأيت الخطر الداهم، نظرت إلى الجانبين واتجهت في سلام نحو عربتي. في تلك اللحظة أدركت أنه يلاحقني على مسافة قريبة. لهذا ولكي أقود في ظروف أكثر ملائمة، اضطررت لاتخاذ إجراء للهرب. وبزيادة السرعة زيادة طفيفة، أصبحت على بعد مسافة آمنة، بينما جذبت انتباه أحد ضباط المرور في المنطقة. والآن سننطلق بحذر وهدوء. سبونج بوب، ماذا نفعل كي نبتعد عن الرصيف؟ نضغط بدل السرعة. جيد، لكن بهدوء. تمهل تمهل. سبونج بوب احترس. أعطني عجلة القيادة. أنا لها. لا، لست لها، فقط اتركها لي. يا إلهي، طائشون. وقت الامتحان نهائي، رجاء أمسكوا الأقلام. هاي زميل الدراسة، إذا احتجت مساعدة أخذت هذا الامتحان مئات المرات. كم مرة يجب أن أقول لك أنا لست زميلك؟ لا أحتاج مساعدتك، لا أحتاجها، ولن أحتاج إليك أبدا. والآن دعني أفرغ من الامتحان التافه كي أخرج من هنا ولا أضطر أن أراك مرة أخرى في حياتي. حسنا يا شفيء، لك ما تريد. شكرا. ثلاث دقائق يا طلاب. سبونج بوب، سبونج بوب أحتاج مساعدتك. دقيقتان. سبونج بوب أرجوك، الأمر مهم. لكنك قلت لا تحتاج مساعدتي ولا تحتاج إلي. لا، أنا لم أقل هذا. أنا لست زميلك، لا أحتاج مساعدتك، لا أحتاجها. وشي، أعترف قلت هذا، لكن كان هذا في السابق. قبل ماذا؟ قبل واحدة. قبل أن نصبح زملاء دراسة. حسناً يا طلاب، انتهى الوقت. لا يمكن أن ينتهي، لم تسنح لي الفرصة لكتابة أي شيء. ماذا أفعل الآن؟ تفعل ما يفعله الآخرون عندما يرسبون في الامتحان، تعيده الأسبوع المقبل. الأسبوع المقبل؟ لا تخف يا شفيء، أيضاً كل إجاباتي خاطئة، لذا نلتقي الأسبوع المقبل في مدرسة مدى النفيخة. لنري مستر فيدز كل ما تعلمته في مدرسة القيادة. الآن ما أول شيء نفعله قبل تشغيل القارب؟ حزام الأمان. لحظة. وبعد هذا أدير المحرك؟ نعم. ماذا أفعل الآن؟ قود القارب. هل نجحت يا مدام؟ لا
يا سبونج بوب، لقد رسبت. لقد رسبت. أنت بالفعل لم ترسب يا سبونج بوب، مدام نفيخة هي التي خذلتك. نعفيك من مهام التدريس. لن أدرس السبونج بعد اليوم. لا مزيد من سبونج بوب، لا أصدق هذا. الوداع سبونج بوب، حياة سعيدة. أنا حرة، أنا حرة. هل تريد أن تتعلم القيادة؟ نعم يا سيدي، أنا مستعد. ماذا ستفعل الآن؟ أستعد للاختبار. لست مستعدا بعد إلى أن تتعلم هذا أولا. إن هذا أصعب طريق للقيادة في العالم. ستتعلم كل منحنى وحفرة ومطب. ستبدأ بالزحف فوقه. زحف. هيا 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 هيا. إلى اليسار، حفرة، مطب، قرش قرش. انظر إلى الطريق. حجر. أنا أخجل من تصرفك يا فتى. تتعثر فوق حجر صغير. ماذا يجب أن تتعلم في صفي؟ القيادة. هذا صحيح، لكن قبل تعلم القيادة ستتعلم أن تزحف، ثم تتعلم السير، ثم تتعلم الجري. لكن قبل تعلم السير ستتعلم أن تزحف. أريد منك أن تزحف. أمرك يا سيدي. حان الوقت لأن تري مستر فيدز ما تعلمته. أمرك. أولاً الحزام. عمل رائع يا فتى. ما التالي؟ ثانياً تشغيل المحرك. الثالثة. الثالثة هي ضع العصابة. هذا؟ لن تقود القارب معصوب العينين، هذا غير قانوني. لن أنجح دون العصابة. هيا قود يا فتى، هيا. النجدة، النجدة، خرجت عن الطريق. أوه، أشعر بالهدوء لأنني بعيدة الآن عن المجنون القاتل سبونج بوب. الفرامل يا فتى. هاي هاي سيدي. تفضل يا سيدي، فككت المسامير. أنا سأوقف هذا الشيء. أبلغ زوجتي أني أحبها. أرني قوتك. احترسوا احترسوا. آسف المعذرة. أشياء بسيط، لا أستطيع الكلام. لا أرى شيئا، لا أرى شيئا. سروالي. هاي، لا أرى شيئا. نجحت. حسناً، إذا كان الاختبار هو تدمير المدينة فقد نجحت. أنا لا أصدق هذا. آسف يا سبونج بوب، رسبت كالعادة. حتى أمهر المدرسين فشل في تعليمك. مدام نفيخة سوف تعودين للتدريس. استعد يا بسيط، أنا على وشك أن أعرفك بأعظم أرجوحة أكاديمية في حياتك. ولا طابور. انظر يا بسيط، رواق التعلم. وها هي نافورة التعلم، وها هي خزانات التعلم. وهذا درج التعلم صحيح؟ لا، إنه مجرد درج. هذا هو درج التعلم. أين الجميع؟ لا أدري، في المنزل على الأرجح. تبدأ الدراسة في التاسعة. السادسة والثلث؟ لكن قلت لي إنك تأخرت. تأخرت على التبكير.
منذ متى وأنا أرتدي ساعة؟ والآن إلى أكثر الغرف رقياً، الفصل. وها هي السبورة، مغرفة نشرب بها من نافورة المعرفة. وهذه المشروبات مسجلة هنا، العقول المجدة. آسف. واو. هيا يا فتى، أخبر الفصل اسمك. لا داعي للخوف. نريد فقط أن نعرف اسمك. أربعة وعشرون. هذا رائع، عبقري للآخر. لماذا يضحكون؟ لقد أعجبتهم المزحة. أول درس لنا اليوم عن التوجيه. 24. بسيط. ماذا؟ تذكرت شيئا مضحكا أكثر. أخبرني ما هو. 25. هذا يكفي. أيها الشاب، هذا أول يوم لك، لهذا سأوجه لك إنذارا. أما أنت يا سبونج بوب، أتوقع غير هذا من عقل المجد، فلتنتبه. أمرك يا سيدتي. والآن التوجيه، يجب على أي قائد أن يعرف أنه عند التوجيه يجب أن نستخدم الإشارات على بعد أربعين. شريرة مدينة، بسيط، هذا غير مقبول. إنها المعلمة. ماذا عن المعلمة؟ ماذا؟ أنا؟ كأن هذا الرسم يشبهني. سبونج بوب، هل تعرف ما هو عقاب من يقاطع الدرس مرتين؟ لا. آسفة يا سبونج بوب، لكن إذا أردت أن تكون عقلا مجدا يجب أن تتصرف مثل عقل مجد. أنا عقل مجد، أنا عقل مجد. ستستعيد النجمة عندما تستحقها. لا. في يوم واحد أصبحت طالبا سيئا بدلا من عقل مجد. كل هذا بسبب الأحمق. أكرهك يا بسيط. أكرهك أكثر. أكرهك مهما حدث. نعم، حتى لو لم أكرهك لكرهتك. سأكرهك حتى لو فهمت ما قلت. كنت سأكرهك حتى لو كنت أنا أكرهك بهذا القدر. سأكرهك حتى إذا انطفأ المصباح الذي يحافظ على حياة روجر. آسف أنني وصفتك بالنجم الأحمق. أنا أيضا لننقذ روجر. أنا سأدفئه. أحضر أنت مصباحا من الخزانة. لا، أين بسيط؟ يجب أن أعثر على شيء أدفئ به روجر. المصباح، سيموت روجر بدون المصباح. روجر بدونه لن يكون هناك فائدة للمصباح. نجحنا يا بسيط، أنقذنا حياته. أحسنتما يا أولاد. رأيت كل ما حدث من خلف السبورة العجيبة، وسعيدة بتعاونكما معا قررت أن أعطي كل منكما نجمة ذهبية، رغم أنني لا أعرف ما علاقة إنقاذ بيضة بمدرسة القيادة. مدرسة القيادة؟ كنت أظنها مدرسة اللغات. إلى اللقاء يا سبونج بوب. إلى اللقاء يا أيتها المدينة. ضعوا كتبكم على المكاتب لأنه حان الوقت لاختيار مراقب الدور اليوم. لنرى إذن، مراقب الدور هذا الأسبوع هو باسم، جميل، لا جينا، رامز، سبونج بوب. هو جيمي. جيمي هو مراقب الدور. لقد أخذت دوري بالفعل. بلبل. مستحيل يا مدام نفيخة. دينا، أنت مراقبة الدور. كنت المراقبة ثلاث مرات. يا
بسنت، لقد تخرجت. هاني، فينا، كمان. لا بأس، أظن أنه ليس لدي اختيار. مراقب الدور اليوم هو سبونج بوب. مراقب الدور سبونج بوب يلبي النداء. أنا مستعد لتولي مهام منصبي في الدور. سأحمي جميع الضعفاء في الدور. ستنفذ جميع القوانين في الدور. حسناً، خذ القبعة والحزام فحسب. لا أستطيع قبولهما، علي إلقاء كلمتي. لن تسهل الأمر، أليس كذلك؟ سأضع هذا الزي وأتولى مهام منصبي كمراقب للدور. سبونج بوب، هل أنت بخير؟ هل بلغت في الكلمة؟ أخشى أن... يا للأسف، أظن أنني لن أحتاج إليهما، سأفتقدكما. سبونج بوب. نعم يا مدام نفيخة. يمكنني على الأقل أن أسمح لك بوضعهما حتى الغد. أشكرك يا مدام. ترى ما هي عواقب ما فعلته للتو؟ سأحمي القوانين في الدور. في الدور. الإشارة معطلة. من قال إن مهام المراقب يجب أن تنتهي لأن الجلسة قد رن؟ يمكنني أن أساعد في أي مكان. هذه مهمة مراقب الدور. ماذا تفعل البلدة من دون سبونج بوب؟ عند تقاطع المحارة والشعاب. أنا أيضا هناك. إنهم في مكان ما هنا. ماذا يفعل؟ يقف هناك فحسب. يهددنا. أخرج من عندك يا سبونج بوب. هذه هي صرخته المجنون. يستعد للهجوم. المجنون في صندوق البريد. إن هذا الفتى لا يبدو مجنونا. ما هذا؟ أنا المجنون. سنعتبر هذا اعترافا. سبونج بوب سكوير بانس، عثرت عليك. تغيب عن نظري دقيقة واحدة وتدمر نصف المدينة. يجب أن تخجل من نفسك. تعرفين هذا الفتى؟ بالطبع أعرفه. أنا التي أعطيته هذا الزي. في المقام الأول إنها مسؤوليتي. من بيسو الاسبونج. تجربة. هل تسمعني؟ هنا سبونج، أسمعك بصوت واضح. هل التفاحة معك؟ غيار الحظ الداخلي؟ انتظر. رائع، الغيار، التفاحة، وأنا. أنت جاهز للحصول على الرخصة. ها هي مدام نفيخة. كن طبيعيا. لا، اصعد إلى القارب.
تفضلي يا مدام. لننهي الأمر بسرعة، ما أول شيء يجب أن تفعله؟ أدر القارب. مدام نفخة، مدام نفخة. ماذا؟ لا عليك، إنه القارب. القارب؟ أنت أدرت القارب؟ أنا ربما. حسناً، ما ثاني شيء يجب أن تفعله؟ ظهر المركب. لا استعد للقيادة. أستعد للقيادة؟ نعم استعد للقيادة. وبعد هذا أقصد مكانك. الإصبع الكبير. يا سلام لم نصطدم بعد. إنك تقترب من أول منعطف. يا ربي، أول منعطف؟ أرجوك أخبرني أنك تعرف ماذا يجب أن تفعل. يسار يمين. أنا يا إلهي، هذا مدهش يا سبونج بوب. ها هو خط النهاية، أمر لا يصدق. لقد أظهرت أفضل تقدم أحرزه أي طالب رأيته في حياتي. ما هو سرك؟ جهاز استقبال في رأسك. تحت القبعة هناك نوع من أنواع الإريال. شخص ما على بعد مسافات طويلة يعطيك كل الإجابات. نعم، لكن هذا يعتبر غشا. ماذا يا طالب النجيب؟ أظن أنني أغش. ماذا تقول؟ أظن أنني أغش. تركت عجلة القيادة؟ هناك أريال تحت قبعتي. هناك أحد يعطيني الإجابات. كل هذا صحيح. أنني أغش أغش أغش. ماذا؟ آسف يا مدام نفيخة، أنا آسف. عجلة القيادة. غشاش. لا بأس يا عزيزي، يمكنك الغش. إنني أغش. أنا غشاش. أنا أكبر غشاش. أنا أغش. يمكنك الغش اليوم. سبونج بوب، لماذا؟ مدام نفيخة، أظن أنني غششت. لدينا طالب جديد هنا اليوم، هيا نرسم وجوها مبتسمة من أجل مسطح المفلطح. حدث الفصل عن نفسك يا مسطح. حسنا، أحب أن أقضي على الآخرين. يا لك من فتى، هيا يا مسطح اختر لك مقعدا، يمكنك الجلوس في أي مكان تريده.
حسناً يا طلاب، كما تتذكرون أهلاً الأسبوع الماضي أنا سبونج بوب. أهلاً سبونج بوب، سوف أقضي عليك. سيصبح أكثر هذه اللعابة أكثر مرحاً في المرة الثانية. لا وسأشرح أعني لكم هذا الآن كل ما تريدون. هذه المرة تبدأت وكأنك يبدو أنك جاد مدام نفيخة. ماذا يا سبونج بوب؟ هل يمكنني الذهاب بقية حياتي؟ بالطبع لا يا سبونج بوب، أتحدث عن تناول القهوة قبل القيادة، لا يمكنك أن تفوت هذه المعلومات. نعم يا سيدتي، آسف يا سيدتي. والآن أريد متطوعا يرسم على السبورة. هل أتيت يا مسطح؟ رجاء نرسم رسما يوضح تقاطع الطرق رباعي الاتجاهات. من فضلك أعرض على الزملاء كما رسمته يا عزيزي. ماذا؟ يا لك من مبدع، لدينا فنان في الفصل. من معي؟ مسطح، حان وقت القضاء عليك. سريع، هناك شيء أريد أن تعرفه ونسيته من شدة خوفي. هيا بنا. ابتعد يا سريع، لا أريد أن ترى هذا، إنه رهيب. هل أنت مستعد؟ انتظر. حسناً أنا مستعد. قلت لك أنا مستعد. ها؟ ألم تسمعني؟ أنا مستعد. هذا يدغدغ. سريع، أمتص ضرباته كأنني مصنوع من مادة إسفنجية. هل تعرف معنى هذا؟ سأتمكن من الذهاب إلى العمل غدا. هل رقم 7 معك؟ مسطح، هل أنت بخير؟ لا تهتفوا لي يا زملائي الكبار في السن، مسطح هنا هو الضحية، ضحية مجتمع يسير على طريق عنيف بلا نهاية، طريق أسميه طريق العنف.